إذا اليوم ياسمين بترجع على العراق بتنقتل؟ أكيد طبعاً، أنا إنسان مهدد بكل وقت ومن كل من كل الأشخاص، الشعب من الأشخاص؟ أشخاص الميليشيات، حتى الشعب نفسه، حتى الحكومة رافضة هذه الفئة. مين هي ياسمين؟ احكي لي شوي أكثر عنها. ياسمين، أنا ياسمين من العراق، أنا كنت في العراق، أنا من عائلة أقلية أو من قبيلة أقلية. بيبية أبويا مشهورة جدا بالغناء والطرب، هم أقلية ما لهم أي حقوق، معدومين، يحللون قتلهم بأي مكان. أنا بالعراق واجهت مشاكل، حتى آخر شيء طلعت أنا وأهلي، جيت للسويد حتى أحصل على الأمان وبس. لكن صار لي 5 سنوات دخلت بالستة، ولحد الآن ما لي أي حقوق، عم أواجه مشاكل كثيرة هنا. الغجر أو الكاولية مجموعة سكانية عراقية تنتمي إلى مجموعة الشعوب الغجرية المنحدرة من شبه الجزيرة الهندية. يشكل الغجر العراقيون أقلية في العراق، ويسكنون في قرى وتجمعات بشرية عادة ما تكون منعزلة على أطراف المدن والبلدات. توجد للغجر تجمعات سكانية في محافظة بغداد والبصرة ومحافظة نينوى، وفي الشمال يسمونهم القرج. تعرض الغجر لعمليات انتقامية من الميليشيات المسلحة بسبب امتهانهم لمهن الرقص والجنس. الحكومات المتعاقبة في العراق استغلتهم للترفيه عن الجنود أثناء الحروب. احكي لي شوي أكثر عن الفئة اللي أنت منها من العراق، وكيف كانت عيشتك أنت وهناك؟ أنا من العراق، أنا يعتبروهم غجر، هم يعني مثل القبيلة، ما لهم أي حقوق، منبوذين، ناس يستحقروهم، وما عندهم أي حقوق سواء بالحكومة سواء بالعشيرة، ما عندهم ظهر يسندهم، ناس يحللون قتلهم، والميليشيات حاليا تلاحقهم، نصهم انقتلوا ونصهم هاجروا ونصهم خائفين، مثل ما أنا كنت بالعراق أخاف أنه أنا أقول غجرية أو أنه أنا من هاي الفئة. إذا شخص رادي يعني يتجاوز على شخص يقول أنت غجري أو أنت كاولي هيك شيء. وبما أنه أنت بنت، كيف كانت أسوأ الحالة؟ نعم أكيد، أنا شفت عمات وشفت أهل أهلي كانوا يواجهون كثير مشاكل، كانوا يعتبروهم بس للنزوة وللونسة، كانوا يعني حتى البنت اللي يتزوجها شخص يزوجها شهر، وإذا حملت منه يذب للطفل لأنه يعتبرها شيء عار، شيء ما يريد يخلص منها، بس حابها للنزوة وبس. شو كانوا ينادوا لك؟ أنا ما كنت أقول أنه أنا يعني من هاي الأقلية أو قلت أنا رجلية، أنا كنت أكون شخصية غير أنا، هذا شخصيتي، شخصية مختلفة تماما، أخاف أنه أنا أنقتل. قررت أنت وأهلك تيجي على السويد؟ نعم. إمتى قررت هالشي، وشو اللي خلاكوا أنه تقولوا أنه صار الوقت أنه عن جد نحن لازم أن ننقل للسويد؟ أنا خلال كل هذه السنين أهلي همينا ما كانوا يقولون هذا الشيء، أبوي حاول يبعدنا قدر المستطاع عن هذه الفئة وعن هذا الفن اللي كانوا يمارسونه، حتى يخلينا حياة أحلى وأمان أكثر. أنا آخر شيء اشتغلت في قاعة أو فندق هي للرقص والغناء، فأهل أمي شافوني هناك، وأهل أمي ما كانوا يعرفون بهذا الشيء. بعدين واجهنا أنه حتى يغسلون عارهم، حتى أنه لأنه خبينا عليهم هذا الشيء فقرروا إحنا نسافر. فإحنا كنا يعني أنا وحتى أصغر واحد فينا أنه يريد يقتلوه لأنه يعتبروا شيء، ما يريدون يشيلون اسم العائلة واحد من هذا القبيلة أو من هذا الفئة. أهل أمي ما حابين يكون أنه زوجها من هذه الفئة، فحابين أنه حتى أولادها ينقتلون. قد كان عمرك لما اشتغلت؟ 16. وقد كان عمرك لما أجيت على السويد؟ 17 وشوي. وقد عمرك هلا؟ 23. كيف كانت حياتك أنت وأهلك أول ما أجيت على السويد؟ إحنا واجهنا صعوبات كثيرة لحتى وصلنا، واجهنا الموت، واجهنا خطورة بالطريق لحتى وصلنا، عانينا كثير، بس كنا يعني كان عندي أمل إنه هنا أنا أحصل على فرصة الأمان وبس، بس لحد الآن ما حصلت على الأمان. ليش؟ شو سبب هالشيء؟ أنا بالعراق تعرضت للتحرش، تعرضت إلى ضغوطات كثيرة، اشتغلت في مكان أكبر من عمري، شفت أشخاص كثير كانوا يتعاملوا بأسلوب ما حلو أبداً، فكل هذا وتحملت، بس يعني جيتني هنا أنا فكرت إنه أنا أتحصل على الأمان. أنا وقت حكيت مع الهجرة حكيت بصدق وحكيت كل اللي عندي، بس ما صدقوني، حتى الإنسانية ما عطوني إنسانية. شو كانوا يقولوا لك؟
شو سبب رفض الإقامة؟ لأنه ليش أهل أمي ما دروا كل هذا الوقت؟ مع العلم أنا قلت لهم أنه كنا متخبين، كنا متنكرين، ما كنا نندمج مع الغجر كثير، لكون إحنا كنا خائفين. ثانياً لأنه أنتوا يعني شلون إحنا ما صدقنا فيكم هيك شيء، أنه ما صدقوا فينا، مع العلم هم قالوا إحنا مصدقين أنه أنتوا غجر، صدقوا أنهم غجر. طب أنت كياسمين كيف هلأ عايشة بالسويد؟ أنا عايشة مع صديقتي، ما عندي أي حقوق، لا أني فيني أشتغل ولا فيني أعمل ولا فيني أسوي أي شيء ثاني، ما عندي راتب وما عندي أي حقوق بالسويد. وما بيجيك أي مساعدات؟ لا طرف. طب شو هي الرسالة اللي أنت حابة توصليها اليوم؟ حابة أوصلها أنه أنا في السويد وعم أنظلم، وما والسويد ما عم تسوي أي شيء، بيقفوا شغلاتي اللي هم بدهم إياه. أنا مصير اعتمد على محقق حسب قناعته. أنا حكي وكت حقيت له، حكيت له الصدق بس ما صدق فيني. السويد المفروض تكون بلد إنسانية، بلد أكثر مراعاة للبنت. شو بتتمنى اليوم؟ أتمنى أرتاح، بس أرتاح وأحصل على الأمان. شو هي الراحة بالنسبة لك؟ الراحة إنه أنا ما أعرف مصير على أي لحظة أرجع أو أنقتل. إذا اليوم ياسمين بترجع على العراق بتنقتل؟ أكيد طبعاً. حالياً صراحة أراجع الدكتور نفساني وخذت الأوراق حتى للهجرة وما صدقها. أنا عم أشرب دواء مشان